لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي السوري حسن النيفي عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بكم أستاذ حسن. تحية لكم وللسادة المشاهدين. قدم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تقريره لمجلس الأمن عن جهوده في أزمة سوريا، كيف تقرأ ما ورد في تقرير دي ميستورا؟ من الواضح تماما أن دي ميستورا ومنذ أن أنهى زيارته الشهر الماضي لدمشق والتقى بوزير خارجية النظام، كان واضحا منذ ذلك الحين أنه استنفد كل ما يملك من جهود حيال العملية السلمية في سوريا، علما أن دي ميستورا حاول ممالاة روسيا. ولو عدنا إلى فكرة تقسيم السلال الأربع، يعني الخروج من قرار جنيف اللي صدر عام 2012 والانتقال إلى فكرة السلال الأربعة، كانت هذه العملية عملية ممالأة للروس، وهو كان عليه منذ ذلك الحين أن يقدم تقريره للأمم المتحدة ويبين أن نظام دمشق لم يمتثل للقرارات الأممية. ولكن مع ذلك ومع استمراره لمدة سنة كاملة في العمل على فكرة السلال الأربعة، إلا أننا وجدنا جواب وليد المعلم وزير النظام كان صادما حين رفض كليا مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، واعتبر أن هذه المسألة كما يزعم هي مسألة سيادية وما إلى ذلك. الآن يبدو أن السيد دي ميستورا أسقط من يده تماما، أمامه محاولة وحيدة ربما هي لآخر العام، إن لم يستطع جر نظام دمشق للموافقة على تشكيل اللجنة الدستورية، أعتقد سوف يقدم كما قال هو، قال سأبين السبب. هذا الكلام ربما يبطنه تهديدا، أي أنه سيؤكد للأمم المتحدة من خلال تقرير مقدم لها بأن نظام دمشق هو السبب في تعطيل تشكيل اللجنة الدستورية. ربما فيما يتعلق باللجنة الدستورية، كان دي ميستورا قد دعا الأطراف السورية إلى تجاوز أزمة تشكيل الدستور، خاصة اللجنة الثالثة التي تشكل إشكالية كبيرة. ماذا قدم من حلول برأيك لكي تتجاوز المعارضة عن شروط تشكيل هذه اللجنة، اللجنة الثالثة؟ المشكلة هي ليست في المعارضة، وإنما المشكلة هي لدى نظام دمشق، لأن اللجنة الثالثة التي تتحدثين عنها حضرتك هي لجنة منظمات المجتمع المدني وما يسمى بالمستقلين، وهذه اللجنة الأمم المتحدة هي التي تشرف على تشكيلها. لكن هناك خلاف على الأسماء التي رشحت. نعم، يعني النظام يريد أن يقوم هو بتشكيل هذه اللجنة حتى يضمن ثلثي اللجنة الدستورية، يعني لا يريد النظام أن يقدم على عملية دستورية دون أن يضمن النتائج، هذا هو المراد. والروس أيضا يدفعون بهذا الاتجاه ولا يضغطون على ولا يمارسون أي ضغوطات على نظام بشار الأسد حتى يقبل بتشكيل اللجنة. هو في النتيجة يعني معروفة النتائج، ربما يعني نظام دمشق كان واضحا منذ البداية ولا يخطئ اثنان في القول ان نظام دمشق لا يمكن ان يقدم على اي عمليه سياسيه، ولا الحل الامني هو الحل الوحيد الذي يتمسك به. ولكن يعني نحن نعلم ان النفوذ الدولي وخاصه نفوذ روسيا التي تتماهى تماما مع نظام بشار الاسد هي التي تمنع اي اجراء قانوني ضد النظام من خلال ممارستها لحق النقض الفيتو في مجلس الامن. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي السوري حسن النيفي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.